بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم راح نعملو مئزر بنوتة 10 سنوات، ولكن هذا المئزر سيكون للمطبخ لنقوم بتحبيب بناتنا في دخول المطبخ والمساعدة على الأقل غسل الأواني كما نقول. مئزر يكون شكله هكذا وفيه رسومات، طوله 70 سنتيمتر، عرضه 49 سنتيمتر، هنا الجزء العلوي 22 سنتيمتر على 23.5 سنتيمتر. الذراعين هنا طول الذراع 51.5 سنتيمتر، عرض القطعة 12.5، لما نطويها راح تكون 6.25. الرقبة 52، رقبة يعني الخط اللي رايح يجي هنايا هاك، والذراعين هما اللي يجوا هنايا. الرقبة 52 على 10 سنتيمتر، راح نطويها تولي على 5 سنتيمتر. ننتقل مباشرة إلى طريقة رسم الرسومات على السكاي. راح نرسم الشكل الأبيض. يجيني هذا هو الشكل. الآن سأرسم الأسود. هنا راح نعمل توضيح للرسمة باش لما نجي نقص تكون الرسومات الحدود واضحة. الرسمة الأخيرة راح المقعد الأخيرة يعني راح تكون هذه اللي راح تجي في الوجه، هذه القطع. الآن نرسم القطعة الأخيرة، راح نعملوها بسكاي الأحمر. رسمة الكيكينات هذه خرجت لي الرسمة من النوع، لكن عادي. مقص صغير، مقص صغير سأقوم بالقص كل القطع.
سأقوم بقص القطع كاملة ثم أعود إليكم. أقوم الآن بحرف رسم الحروف، حرف الكي، حرف الزاد. الفكرة هنا أنه هذا هو شكل الحرف، نقوم بقلبه. يعني الخطوة هذه ضرورية جدا، قلب الحروف عند الرسم على السكاي.
هذا هو المئزر للبنت 10 سنوات، الطول 70 سنتيمتر، العرض هنا مطوي على 2 25 24 ونص، يعني 24 ونص، يعني نقوله 50 90 49 سنتيمتر العرض، مطوي على 2. سأقوم بالرسم الدوائر وتقطيعها، يعني راح نرسمها هاك هاك فقط هنايا، والجهات هاك والدور هنا، وعامله هاك دوائر. سوف اقوم برسم الدوائر وقصها ثم اعود. هذا هو شكل المئزر، بنوته 10 سنوات، قلنا الطول 70 سنتيمتر، العرض 49 سنتيمتر. الخطوة التالية هي إلصاق الرسمات، يعني سكايل نجي نحاول نجمع الرسمة مع بعض. أولا راح نعمل باللصقة، ثم أخذ على الأجزاء الكبيرة، يعني هذه الصغيرة العينين والنيف والفم لا أخيط عليها. الغراء اللي استعملته اللي وريته لكم من قبل كان عندي من قبل، يعني لا أنصحكم بشرائه لأنه متعب جدا، لازم تحطوه في قارورة. أنا عملت هذه اللي نخدم بها القاطو، ما عنديش قارورة عملتها فيها، يعني راح خلاص انتهت مهمتها للقاطو.
في هذه المرحلة سنقوم بخياطة الذراعين، يعني الخيوط اللي يجوا على الجوانب باش نربطوا بهم. قلنا طولهم 51.5 على 12.5. طبعا رح نعمل المثلث في نهاية القطعة. سكاي شريناه 40,000 للمتر. قماش الطابليات هذا الفوط شريناه 24,000 للمتر. راح يكون سعر المئزر هذايا متراوح بين 35,000 إلى 45,000، يعني حسب المنطقة. الآن بعد خياطة الذراعين سنقوم بخياطتهم على المئزر في الجوانب، في كلا الجانبين الأيمن والأيسر. يعني راح نأخذ مساحة صغيرة فقط لمستطيل صغير، تعني 0 سنتيمتر فقط، يعني ما راح نستعمله مسافة كبيرة. انظروا مسافة صغيرة فقط نصف سنتيمتر. سنقوم بإلصاق خياطة الذراع الثاني في الجهة الأخرى. في هذه الخطوة سنقوم بخياطة القطعة التي تمثل الرقبة، يعني قطعة راح نخيطوها مباشرة فوق السكاي. الطرف الثاني للقطعة راح نعمله السكراش، يعني طفلة صغيرة عادة ما الأطفال ما يعرفوش يعملوا الربطة، يعني ما يعرفوش يربطوا الخيوط. راح نستعمل السكراش في جهة الرقبة، جهة نخيطها وجهة نعمل فيها السكراش. السكراش تلقاوه في المحلات بيع لوازم الخياطة بستين دينار جزائري للمتر، يعني 6,000 للمتر، يعني لا يتعدى عرضه 2 سنتيمتر، يعني الخشين ما على باليش وش حال يتباع. اللي نخدم به أنا شريته 6,000 للمتر. في فيديو آخر إن شاء الله راح نوريكم طريقة لتمحو بها
السيال، يعني السيالة لما ترسموا على السكاي كيفاه رايحين تمحوها في فيديو قادم آخر إن شاء الله. يعني طريقة سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع ومتوفرة في المنزل. هذا هو السكراش، قطعة صغيرة 2 سنتيمتر، قطعة نخيطها فوق المئزر مباشرة على السكاي، والقطعة الأخرى في الطرف الثاني لخام قطعة الرقبة. آخر عملية هي خياطة الرسمة، يعني رسمة سكاي حتى ولصقناها بالغراء اللاصق هذاك، لكن نعيد خياطتها لتثبيتها جيدا. أنا الآن أقوم بإعادة الخياطة، كل لون نستعمل له اللون نتاعه، الأسود ليه الأسود والأحمر ليه الأحمر والأبيض ليه الأبيض. هذا النوع من السكاي تمشي فيه القدم تاع آلة الخياطة، يعني البيت بيش تمشي عادي. الأسود سكاي الأسود هو اللي ما تحبش تمشي فيه، يعني تاع الكاروات أول سكاي جابوه هنا يبيعوا فيه في الجزائر، يعني أول سكاي هو كان هذاك تاع الكاروات. دي أعملي زيت في رأس الأصبع، زيت اعمليه تحت القدم تاع الماشينه البيت بيش، زيتيها من تحت شويه وراح يمشي لك بكل سهوله.
الشكل النهائي لمئزر بنوتة صغيرة 10 سنوات للمطبخ. أتمنى أنكم قد استفدتم من الخطوات. انتظروني في مشاريع أخرى قادمة إن شاء الله.